للمزيد حول نتائج انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ينضم إلينا الأستاذ عبد السلام الراجحي الكاتب والباحث السياسي الليبي عبر سكايب من اسطنبول. أستاذ عبد السلام، بداية مرحبا بك. 5 أيام من المداولات كانت كافية لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا برئاسة محمد المنفي. بداية، كيف ترى هذه الخطوة وأثرها أو أثرها على الأرض؟ مساء الخير. طبعا هذه ليست 5 أيام، هي منذ أشهر، من تقريبا 4 أشهر، وهي هذه الحوار كان في تونس ثم انتقل إلى جنيف، شكلت العديد من اللجان، ثم يعني انتهت هذا الملتقى باختيار آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة. طبعا هذا المشروع بدأ منذ يناير الماضي، منذ يناير 2020، عندما كان نتاج لملتقى أو مؤتمر برلين، المؤتمر الدولي في برلين الخاص بليبيا، وأخذ وقت طويل حتى وصلوا الأطراف الليبية إلى هذه الصيغة الأخيرة. بالأمس كان انتخاب، أو حتى لا نقول انتخاب، لأنهم هذه الهيئة وهذا الملتقى غير منتخبين من الشعب الليبي، هو ملتقى للحل، يعني هو اختيار آلية لاختيار الأعضاء. تمت هذه الآلية وتم اختيار قائمة تضم من 4 شخصيات. ما يميز هذه القائمة أن هذه الشخصيات الأربعة ليس لديها، يعني ليست شخصيات جدلية بالمعنى المعهود، وليست لديها عداوة مع الأطراف السياسية الليبية، وليس أيضا الأطراف السياسية ليست لها عداوة أيضا، فهذه هذا ما يميزها. وقد تنجح هذه القائمة أو هذه الحكومة الجديدة في تفكيك جزء من الصراع وتفكيك وحل حالة الأزمة الليبية. إن لم تتدخل الأطراف الدولية، نحن نعاني حقيقة. الصراع في ليبيا ليس صراع ليبي، هو صراع إقليمي بأيادي ليبية جزء منها، وبأيادي للمرتزقة الأجانب التي أتت به بروسيا. من المفترض أن السلطة المنتخبة يعني تقدم أعضاء حكومتها للبرلمان للتصديق عليها في ديسمبر القادم، يعني هل من المتوقع، يعني من وجهة نظرك، أن تمرر الحكومة كما مرر المجلس التنفيذي؟ لا، هو ليس في ديسمبر أستاذ كريم. الآن الحكومة لديها فرصة، رئيس الحكومة، أن يقدم تشكيلته الوزارية بعد 21 يوم بمجلس النواب. وللأسف الشديد أن مجلس النواب منقسم على نفسه، لا يوجد مجلس نواب بالمعنى المكاني، أو يعني هناك انقسام في مجلس النواب، هناك مجموعة تجتمع في طبرق ومجموعة في طرابلس ومجموعة في حالها لازالت لم تقرر مع من. الاتفاق شكل جزء آلية لهذه العملية، أن أعطى فرصة لرئيس الحكومة بتشكيل حكومته في خلال 3 أسابيع، ثم يقدمها لمجلس النواب ويعطى مهلة لمجلس النواب 3 أسابيع. في حالة فشل مجلس النواب في الانعقاد وتضمين أو اعتماد هذه الحكومة، ستؤول هذه السلطة إلى ملتقى الحوار بعد، يعني نتحدث بعد المفترض حدود 44 يوم بعد 44 يوم أو 43 يوم. إن فشل مجلس النواب في اعتمادها تذهب إلى ملتقى الحوار يعتمدها، ويبدأ مجلس الرئاسة أو مجلس الوزاري العمل في تنفيذ، يعني كسلطة تنفيذية شرعية. البعض يرى أن الغرب يعني مدفوع بمصالحه أو مدفوعا بمصالحه في واردات النفط، هو ما سرع من اختيار السلطة التنفيذية، ولكن ألا يخشى أن تكون ورقة ضغط من قبل الأطراف التي لا ترى في ترتيب الأوضاع أنها يعني ربما تتعارض مع مصالحها؟ هو المتغير الحقيقة، أهم متغير شيئين أساسيين، هو التعاون الليبي التركي الذي ساهم في إيقاف الاقتتال بين الليبيين. بعد عقد حكومة الوفاق الوطني اتفاقية التعاون الأمني وعسكري مع تركيا في نوفمبر 2019، وبدأ تنفيذها في يناير 2020، هي فقط 5 أشهر حتى توقف وقف إطلاق النار وبدأت المحاورات السياسية. الدور التركي كان دور مهم في إخماد الصراع العسكري في ليبيا وتحوله إلى صراع سياسي، لكن هناك دول لا تريد استقرار، وعلى رأسهم روسيا والإمارات حتى أكون دقيق، ليس الغرب فقط، هناك دول عربية للأسف الشديد ترى في الاستقرار في ليبيا لا يخدم مصالحها ضيقة، وتسعى في إفشال أي عملية سياسية، والفوضى تخدم مصالحها
في المنطقة، فنحن نعاني من تدخل عربي متمثل في الدول التي دعمت حفتر في عدوان العاصمة طرابلس وتمرده، مثل الإمارات ومصر والسعودية والأردن للأسف الشديد خلال السنوات الماضية، ودول أخرى غربية من ضمنها وأهمها هي فرنسا وروسيا. الدور الروسي هو الأسوأ حتى الآن، لأن روسيا الآن بشكل مباشر تسيطر على 3 أو 4 قواعد عسكرية ليبية بشكل مطلق، لا وجود لليبيين أساسا في هذه القواعد الأربع، في سرت المدينة الساحلية وفي الجفرة في وسط ليبيا وفي الجنوب الغربي قاعة براك الشاطئ التي تبعد 80 كيلومتر أو 100 كيلومتر تقريبا على الحدود الليبية الجزائرية، وفي الوسط الغربي أو الجنوب الغربي هي قاعدة بن هند. وهذه القواعد التي تحدثت عنها هي تحت سيطرة كاملة روسية، لا يوجد عناصر ليبيين طيب من أستاذ عبد ميليشيات السلام، حفتر. كيف تقرأ ترحيب عدد من العواصم الدولية والمنظمات يعني باختيار السلطة التنفيذية الجديدة؟ يعني بالحديث عن ربما المصالح بحسب وصف البعض، هناك مباركة لحفتر والمتحدث باسم قواته أنها وصف يعني وصفه بأنه خطوة يعني خطوة انتخاب المجلس التنفيذي أنها مرحب بها. هو الآن هو ترحيب، لكن الأفعال ننتظر فيها. يعني عندنا تجربة سيئة الحقيقة، مثلا فرنسا، كانت فرنسا وزير خارجيتها كان أول من قام بزيارة حكومة الوفاق الوطني بعد تشكيلها في 2016، وزار وزير خارجية كأول مسؤول أوروبي، تصور يعني زار طرابلس. ثم بعد 2 أو 3 تقريبا نكتشف أن الفرنسيين يدعمون ميليشيات حفتر المتمردة، وبل أن ضباط وجنود فرنسيين ماتوا وهم يقاتلون في صفوف خليفة حفتر في يونيو 2016، أي أن رغم أن كانت زيارة وزير خارجية فرنسا في إبريل 2016 يهني حكومة الوفاق الوطني بعملها. فأعتقد أن هذه التهنئات لا تعني إلا رسائل دبلوماسية، لكن فيما في الباطن وفي الغرف المغلقة وتحت الطاولة كما يقال السلوك مختلف، السلوك مختلف بالكامل. يعني مصر مثلا، نعم النظام في مصر كان دائما يدعم حكومة الوفاق الوطني، وأن حتى السفير الليبي في القاهرة هو مكلف من حكومة الوفاق الوطني، نعم لكن نكتشف أن النظام في مصر يدعم في السلاح نعم والمعدات العسكرية لحفتر، أيضا شكرا لك. الإمارات، أيضا الأردن، بل أن الأردن يعني حكومة الوفاق الوطني قدمت لها مساعدات مالية في لحظة ما، بأن نشكرك شكرا جزيلا. جعلت من المرضى الليبيين يعالجون في المستشفيات الأردنية نعم بقيمة تتجاوز وضحت ربع الصورة. مليار دولار. لكن نشكرك وجدنا أن النظام في الأردن يدعم خليفة حفتر بمعدات عسكرية، شكرا وليست لك. معدات عسكرية مثلا، معدات عسكرية صناعة وضحت أردنية، الصورة. يعني نشكرك ضمنها شكرا جزيلا. آليات ومدرعات أستاذ وحاملات جنود. عبد السلام فالسلوك الراجحي، شيء والواقع شيء آخر. الكاتب والباحث السياسي الليبي الأستاذ عبد السلام الراجحي، نشكرك شكرا جزيلا ونأسف لضيق الوقت.